بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الثانية قسم علوم الحاسبات مادة اللغة الإنجليزية، إن شاء الله اليوم نكمل وياكم الوحدة الخامسة، التمرين اللي موجود بصفحة، بس حتى أشوفها الموجود بصفحة 40. طبعا بالحقيقة أنا عندي 3 تمارين، راح أحل تمرين. أول شيء طبعا أشرح لكم القواعد مالتهم، هن بيها على القواعد اللي راح نشرحها بيها 3 تمارين. راح احل لكم تمرين واترك تمرين عليكم. تمرين عليكم اني انتظر منكم الاجوبة، خليها تجيني بالايميل او عن طريق الجوجل كلاس روم، واني اشوف الاجوبة. اذا اكو مثلا خلينا نقول الاغلب صحيحة، خلينا افترض، انشر الاجوبة، يعني اخذ لها صورة، او ربما اذا جتني مطبوعة وكاملة مباشرة اعرضها لكم حتى اللي ما قدروا يتوفقون بحلها أعطيهم الحل مالتها. وإذا شفت مثلا أغلب الطلاب ما عرفوا، أنا قدامي طريقين، إما أسوي لكم إياها فيديو مع الشرح، وأنا اليوم أحاول أكون الشرح كافي وافي، أو أحاول مباشرة بس أحلها وأنطيكم إياها. فخلي أبدي بالتمارين مالت اليوم، بس قبل ما هذا مثل ما قلت لكم خلي أبدي بالقواعد مالته، واللي هي بس حتى تشوفوها الفيوتشر انتنشنز اللي هي موجودة بصفحة 40. future intentions معناها النوايا المستقبلية، going to أو will. بالحقيقة احنا أداتين باللغة الإنجليزية نستخدمها للتعبير عن المستقبل اللي هي going to and will، بس السؤال شو وقت نستخدم going to وشو وقت نستخدم ال will. مثل ما هو شاعر لكم بالكتاب موجود بصفحة 134، أنا رح أروح لها مباشرة، أقصد بها القواعد، وبعدين نرجع نحل هذا التمرين سوية. فخلي أروح للقواعد مالتها مباشرة. أوكي، جينا الصفحة بس حتى أشوف لكم إياها، 134. فموجودة عندنا طبعا هنا بديش المحاضرة، جينا على هاي الصفحة، موجودة عندنا اللي هي 5.3 الول. أنا ما راح أشرح لكم القواعد بالديب، بس راح أقول لكم شو كنت نستخدم هاي وشو كنت نستخدم هاي. بالحقيقة القواعد مالتها جدا سهلة. الول مثلا هنا شلون راح تستخدمها، راح تستخدمها القاعدة مالتها اللي كل ما نعرفها احنا، الفاعل أوكي أو السبجكت تستخدم مع الأداة will، وتستخدم مع الفعل المجرد بدون أي إضافة اللي هي will زائد infinitive without to، مثل ما شارح لكم اياها انا واللي اغلبكم مر عليهم هالقواعد خلال المراحل الدراسيه السابقه. بالكويشن بس راح يختلف عندنا، نستخدم اداه الكويشن، الول نستخدمها قبل الفاعل، قبل الفاعل when will he come او when will he help me الى اخره، فقط هاي اللي راح نستخدمها وراح تختلف عندنا. بس بالحقيقه شو كنت نستخدم الول شو كنت نستخدم الgoing to. شوفوا هو شارع لها انا اليوز will is used شوكت to express a future decision، للتعبير عن القرار المستقبلي or intention أو النية أو الغاية، made at the moment of speaking اللي هي صير بلحظة الكلام، باللحظة الكلام أنت من تقرر أكو فد غاية أو خطة مستقبلية أنت راح تستخدم ال will. فهنا أنا مستخدم مثلا، راح أمر على المثال الثاني، I will give you my phone number مثلا، يعني باللحظة الكلام انت قررت ان تنطي رقم تليفونك. going to نفس القاعدة ما راح تختلف، راح اشوف لكم اياها، هنا الفاعل بالبداية، هنا الفاعل بالبداية، بس هنا أنا بدون مثلا I will مباشرة، هنا راح نستخدم شنو الفعل المساعد، يعني هنا اشار لكم اياها بالفوم مثلا am is are going to infinitive. زين، ف I am مثلا I am going to work، إذا تريد تشيل ال going to بدون ما راح يصير I am، راح يصير I will work. أوكي، هنا أنا بس استخدام الفعل المساعد، واللي نفس الشيء هنا أنا، هنا أنا الفعل المساعد سبق الفاعل وكمل المشوار مالته، بس هنا أنا الاستخدام مالتها ال going to، going to is used وقت to، نفس الكلام نفس الكلام، to express future decision or intention نفس الكلام، شوكت or plan made before the moment of speaking. هنا أنا بس انتبهوا طلاب الله يخليكم، بس انتبهوا ان هنا الـ going to تستخدم
في حال ان انت تريد تسوي خطة او قرار مستقبلي، بس شو وقت انت مقرر؟ قبل لحظة الكلام، before the moment of speaking. اما بالنسبة للول انه انت لما تقرر شيء بس بلحظة الكلام. خلي نروح هناك ونرجع حمات، ربما تمر علينا بعض هاي الملاحظات، وخلي نروح على المثال مالتنا او التمرين اليوم اللي راح احلها انا وياكم سوية. هذا التمرين بس مثل ما قلت لكم قبل ما ابلش بالتمرين، اكو بعض الاشياء المختلفة، ربما هنا أنا كم صورة، عندنا صورتين مختلفة، عندنا هاي الصورة وعندنا هاي الصورة، مختلفات عن الكتاب اللي عندنا ما راح يفرق، وعندنا هنا أنا كم جملة مختلفة هماتين ما راح يفرق، هي بس مو اكثر من ضمار او حالة مختلفة، شوية النسخة ربما شوية النسخة اللي يعني انا عندي تختلف، بس انا مع هذا راح اقراها يعني حتى انت تتابع وياها بالكتاب اللي عندك. تمام، خلي اشوفكم هذا التمرين شلون يشتغل. طلاب، هذا التمرين يشتغل بالحقيقة، هي ثانية اللي تشتغل. شوفوا شنو يقول، match the picture and sentences. انت عندك ست صور، عندك ست sentences، يعني يا صورة تروح لها، يعني مثلا الاي تروح لل 1 2 3 وهكذا. المهم ثانيا شو يقول؟ يقول add a line before and after the sentences in exercise 1، يعني ضيف سطر، هذا السطر قبل وبعد، يعني هذا شوف يقول لك before ضيفه قبل وحدة من ذني، وهذا ضيفه بعد وحدة من ذني، يعني احنا بالحقيقة هاي الجملة راح تكون بالنص، اكو شيء قبلها واكو شيء بعدها، واللي راح ترهم وياها صورة من ذني الصور. خل اقرا لكم بس، انا احاول شوية اروح على الكتاب، يعني شوية مرات راح يصير بيها سكت، انا اروح على الكتاب حتى اتاكد، خاف الجملة شوية مختلفة عن الكتاب اللي عندنا. فخلي نشوف، فأول جملة راح أقرأ منها before، وبعدين نختار بالنص، وبعدين نختار after، فراح أبدي من هنا. أول جملة بالحقيقة خلي بس أشوفها، هي نفسها I haven't got any money، نفس الجملة I haven't got any money. فأنت شلون تحلها؟ هسه هنا دا يحكي على الفلوس، روح شوف هنا شنو العلاقة بالفلوس، يا صورة لها علاقة بالفلوس، طبعا أنا دا أشر عليها، ويا شيء هنا له علاقة بالفلوس، فخلي أتأكد. طبعا هاي تعتمد على المعنى، على كفاءتك بالمعاني، يعني ما بيها اي قاعدة ولا اي قانون ولا اي جرامر يعني. سوري. ف I haven't got any money. نعنى خلي اقرأ لكم اياها. مرات اكو هنت، احنا نسميه هنت، معناها خلينا نقول اشارات او اشارات مساعدة بسيطة من خلالها احنا نعرف يا جملة اللي احنا نريد نتعامل معها. مثلا هنا عندك الفاعل اي، يعني خلينا نقول فدي يساعدك بستين سبعين بالمئة انه انت راح شوية للدلالة. شوف، او مثلا هنا عندك ماني بالفلوس، يا جملة اللي راح تتعامل مع الفلوس، فراح اقرأ لكم اياها سريعا حتى انا متهمس شوية الفيديو ما يتطول، وانت هماتي شوية ما تمل من الفيديو اذا اصبح طويل، يعني شوية يصير مزعج. فاولا شي يقول they are going to watch a football match، بس حتى اتأكد من ادها، نفس الشيء اوكي. I will pick it up for you، نفس الشيء. هاي الجملة الثالثة تختلف، هنا she going to travel around the world، بالكتاب عندنا راح اقرأ لكم اياها he's going to go to Malaysia، نعتمد على الموجودة عندنا بالكتاب، نفس الفكرة بس هنا شي هناك هي، هذا around the world هناك ماليزيا. It's okay I will answer it، نفس الشيء عندنا. Don't worry I will lend you some، نفس الشيء عندنا. وأخيرا we are going out to have a meal، هي نفس الشيء ما راح تختلف. فهسه منو لها علاقة بالفلوس؟ أنا راح أحل لكم إياها اللي هي خامسا. ليش عرفناها؟ لأن lend يعير، هنا معناها يعير. Don't worry لا تقلق، I will lend you some، راح أدينك خلنا نقول بعض، يعني طبعا هاي الجملة واضحة انه هي، هذا يقول ما عندي فلوس، هذا قال انا راح اعطيك، فراح تكون عندنا سي راح تروح الى نمبر 5، فاللي هي don't worry I will lend you some. تمام، الافتر شنو؟ هماتين تماما طلاب، تعتمد على المعنى اللي هي راح تكون thanks I will pay you back tomorrow I will not forget I will not forget. اوكي، بس حتى اتاكد من عندها، اوكي نفس الشيء ما تختلف، فراح تكون عندنا هاي الافتر pay you back، معناها ارجع لك I will pay. طبعا حتى هم ملاحظه هنا أنا.
قبل ما أعبر للجملة اللي بعدها. Don't worry I will. شوف هنا استخدم will لأن هو قرر بلحظة الكلام. هذا قال له أنا ما عندي فلوس، هذا قرر في لحظة الكلام مو من البيت. خلنا نقول هو مقرر ينطي، بس هسه هو قرر ينطي. ف يعني 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 سوف أعطيك بعض. هذا قال له I will، هذا هم قرر هم استخدم ال will. راح أرجع لكم إياها أنتم وراها. أوكي راح أروح للجملة الثانية. هنا الجملة الثانية تختلف، عندنا what's Ali doing next year، عندنا كلمتين تختلف. هنا علي بالكتاب عندنا توم، فالفاعل ما راح يختلف بس هي بس مجرد اسم. next year هنا مستخدم next year، عندنا بالكتاب عندنا next week، فهي نفس الشيء ما راح أعتقد تختلف عندنا شيء. فراح أقرأ لكم إياها كموجودة بالكتاب what's Tom doing next week. أوكي فعلى ما يبدو الصورة هي هاي يعني شكلها التوم. هنا أنا مثلاً دي يحكي عن فرد مفرد. أوكي منو اللي راح يكون بالحقيقة اللي هو مفرد أو فشي هيجي؟ فراح يكون عندنا بس حتى أكد من عدها هاي راح يكون عندنا هنا أنا بمكان she's going to، عندنا بالكتاب go to Malaysia، فراح يكون عندنا هنا he's going to go to Malaysia. ثالثا راح يكون ال be راح تروح الثالثا، ال after راح يكون طبعا أنا مستخدم lucky her لأن أنا she، عندنا بالكتاب راح يكون عندنا اللي هو I guess he's going on business right. اعتمدوا على هاي الجملة اللي هي I guess الموجودة عندكم، فراح يكون عندنا الجملة مالتنا راح تكون I guess he's going on business right. الجملة الصحيحة راح تكون عندنا. ثالثا راح تروح هي be والى اخره. تمام فراح الجملة اللي بعدها نفس الشيء ما راح تختلف عندنا. The phone is ringing. The phone is ringing. هاي الجملة مبينة اللي هي A. رابعاً I will. It's okay. I will answer it. طبعاً من خلال الفون معناها هي جواب. Answer ما عندنا غيرها. Okay. فراح تكون عندنا ال A راح تكون رابعاً. الافتر خلينا نشوف هالافتر شو راح تكون. I'm expecting a call. يعني أنا متوقع أو دا أنتظر مكالمة. فهنا هاي الأشياء تماما تعتمد على المعنى مالتها. يعني أكو phone ringing، أكو هنا call مكالمة، answer جواب، كلهن دي يتعلقان بالتليفون أو المكالمة. أوكي وقلت لكم ما لها أي قاعدة، هاي تعتمد تماما على المعاني أو أن أنت تحفظها واحتمال يجيك نفسها بالامتحان. الجملة اللي بعدها هنا أنا مستخدم دامت، هناك عندنا بالكتاب مستخدم أو نو، فراح نعتمد إنه هي أو نو I have drop one. طلاب drop معناها يسقط، أو هي drop وحدها قطرة أو يسقط سقطة خفيفة، مو fall يوقع يفلش فتشي. drop معناها يسقط. فخلي بس نشوف طبعا هاي drop هاي موقعة فتشي شايل أشياء هواي موقع نفس الصورة. أوكي فا oh no I have drop one. هذا إيش قال لها two راح تكون عندنا داخلها مباشرة على مود الفيديو ما يصير طويل. two I will pick it up for you. استخدم ال will. okay ال pick it up for you راح التقطها إليك يعني. okay ما أعتقد إحنا عندنا اختلاف بالكتاب مالتنا. after الجمل يقول thank you that's very kind. thank you that's very kind نفس الجملة الموجودة عندنا بالكتاب. okay الجملة الخامسة what are you and Peter doing tonight. بس حتى أتأكد من عدها إذا هي مختلفة. نفس الشيء ماكو اختلاف. what are you and Peter doing tonight معناها طبعا هنا دي يستخدم مضارع مستمر بصيغة المستقبل اللي احنا نسميها، يعني شو راح يسوون هذه الليلة انت وبيتر. اوكي فعلى ما يبدو انه هي هاي الصورة طبعا اللي هي رستورانت. الصورة عندنا تختلف
عندنا بالكتاب. اوكي تختلف عندنا شوية الصورة. بعدها راح يقول له we are going out to have a meal، يعني احنا طالعين حتى يعني خلينا نقول لوجبة غداء او لوجبة اي وجبة، المهم طالعين. يعني طبعا هي مو وجبة غداء لان هي tonight يعني هذه الليلة، فاكيد راح تكون وجبة بوقت العشاء. فسادسا راح تكون عندنا الاي، راح تكون سادسا، ف راح يكون الجواب مالته it's my birthday، يعني قال له اليوم اني راح اطلع يعني نتعشى برا لان هو اليوم يعني it's my birthday، يوم عيد ميلادي. اوكي الجملة الاخيرة what are the lads. lads طلاب هي informal كلمة معناها informal غير رسمية لل معناها الاطفال الفتيان. لاد الفتى يعني child، احنا نقول طفل، يعني خلينا نقول boy، ما استخدم انا كلمة boy. lads يعني الفتيان. طبعا هاي الصورة اعتقد خلينا بس نفسها موجودة عندنا. ف what are the lads doing this afternoon، بس اتأكد من عندها تمام نفس الشيء، فراح تكون عندنا هي D. خلينا نشوف هنا راح يكون عندنا they are، اولا راح يكون they are going to، شوف هنا they are going to راح معناها هنا شنو، لان مقررين مسبقا، يعني هس مو بلحظة الكلام قرروا، مقررين مسبقا اللادس هذول اللادس الاولاد انه راح يشوفون الفوتبول ماتش يعني مباراة او الماتش مالت كرة القدم، فراح يكون عندنا هنا الدي اولا. هنا هم عندنا كلمة تختلف، عندنا بالكتاب يونايتد، هنا نستخدم الارسنال نفس الشيء يعني بس اسماء فرق تختلف. الارسنال are playing at home، هنا عندنا بالكتاب هي يونايتد are playing at home، فنفس الشيء بس اسم الفريق. at home معناها هذا نسميه لعبة الإياب، يعني اللي راح يلعبون مو بالبيت طبعا، يلعبون بالملاعب مالتهم هيك يقصد. اوكي هذا اني هاي التمرين كلي تحليناه، فعندنا بيفور وعندنا افتر وعندنا هاي راح تكون السنتر وعندنا هاي الماتش اللي صار شنو مثلا هنا هسه، بس حتى اقول لكم على التمارين مالتنا. قلنا احنا هاي ال 134 الجرامر مالت الول والجوينج تو، زين اللي صار شنو هنا عندي تمرين، يعني خلينا بس نشوف حتى بس خلي اشوفكم الصفحة 41، عندي تمرين عندنا هنا discussing grammar، عندنا 3 وعندنا check it اللي هي 5. هذني شوية ربما تختلف عندكم عن المود بس بالترتيب شوية تختلف، اريدكم تحلوها. هنا أنا correct the sentence، هنا أنا الجملة خطأ ضيف واحذف وغير، وهاي بسوي ليها جملة صحيحة. هاي التمرين 8 نقاط. هنا أنا بس حتى اشوفكم شنو راح احلكم ربما انا اول وحدة، وانتو نرجعوا لي الحل مالتها اما يعني بدوكمنت تحلوها او تقولها تحلوها بالكتاب وتقولها صورة وتدزوا ليها على الايميل او الجوجل او الجوجل كلاس روم. اوكي فمثلا هنا أنا شي يقول بس حتى انا احلكم الاولى، وانت يقول my back is so heavy، يعني حقيبتي جدا ثقيلة. give it to me يعني انطيني اياها، I will carry or I'm going to carry it for you، يعني I will carry it for you or I'm going to carry it for you. هسه برأيكم من الصح I will or I'm going to؟ انا اقول لكم من هو الصح I will. ليش؟ لان انا هسه قررت انه احملها عنك، القرار اتخذ هسه، فقلنا احنا الى باللحظة نستخدم الول، واذا بلان مسبقة او خطة مسبقة نستخدم الجوينج تو. البقية كملوها انتو حلوها وطوني الحل وان شاء الله يصير تمام. اوكي يلا شكرا جزيلا.